اهلا ورداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وصحه جيده. يوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم المهم راه الصباح دابا غتشوفوني دابله ولاويه، راني يلا فايقه، كان كيف فايق ناشط. انا فقت اليوم لاويه حيت فقت ومشى علي المدرسه ورجعت نعس عاد عاوتاني فقت، يعني ديك الساعه ديال المكنه ولا ساعه ونص اللي زدت خلاتني لاويه. المهم البنات، غادي نتقاسم معكم الروتين الصباحي اللي غادي ندير. وبالمناسبه غادي كنت قلتها لكم في الفيديو الاخير، غنوريكم هذا كيفاش كيتسرح دغيا دغيا، حيت كنت غير هضرت عليه ما استعملتوش معكم شي فيديو، ماشي بحال الاخر اللي كنت كنستعمل مودة هذه اللي هو هذا اللي هو هذا ديال فيلونكا. هذا البنات راه جربته قدامكم شحال من مره، يعني ما كايناش نبقى نديرو قدامكم، هو اصلا راه ساله وحتى الا شريته زعما ما كايناش نبقى ديما نوري لكم. بالنسبه لهذا ديال لوريال غادي نوريكم باش تشوفوا على عينيكم، يعني راني هدويت عليه ولكن تشوفوا على عينيكم النتيجه ديالو. وغادي نوريكم واحد العلب اللي دايرين ضجه مؤخرا، شريتهم البنات زوينين بزاف الصراحه. ولكن اول حاجه غنديروها هي انني غادي ندير الروتين الوجهي، عاد غنديكم معايا الكوزينه نوريكم هذوك العلب اللي خديت. هانتوما كما العاده طونا ديال بيكسي اللي دويت عليه في يمكن دابا شي جوج فيديوهات، المهم واش الفيديو الاخر ولا اللي قبل منه، راني ما عقلتش حيت دابا 4 ايام ما نزلتش فيديو، وليت مهمله شويه اليوتيوب الصراحه، وليت كنهمل اليوتيوب، ولكن خاصني نحاول نرجع معكم وبقوه. انا يما كنرجع معكم كنكون اكتيف كنبقى حاط الفيديوهات ديما، يا اما كنمشي نغبر بمره، وهذا الشيء راه ما مزيانش. غتنساوني يا البنات، غتنساوني الا بقيت كنغبر. المهم كندوز على وجهي وكندوز على العنق ديالي، كما قلت لكم راه غير كميه بسيطه جوج قطرات راه كيكفيكم وكينظف مزيان الصراحه، عجبني بزاف. المهم بحال هكا صافي البنات. هي في الاصل كنتسنى البنات واحد شويه، يعني نص دقيقه بحال هكا، اكثر دقيقه بين ما كيتشربوا لي الوجه ديالي، عاد باش كنبدا ندير الكريمات اللي كنستعمل اولا السيروم اللي غادي نستعمل اولا اي حاجه غادي نستعملها. دابا غادي ندير هذا السيروم ديال بي 3 اللي كنت قلت لكم كيعطي واحد النضاره زوين، وكنت قلت لكم راه ساله. هانتوما يعني ما نقدرش نهزو بهذيك، ضروري خصني نخوي غير بحال هكا في يديا بهذه الطريقه. المهم ما نضيعوش البنات، لا لي تضيع اللي غتقول لي سكره، ما نقول لها ماشي قضيه تسقريب، راه ما خصناش نضيعو، مادام باقي فيه نستعملو بهذه الطريقه، ماشي بالضروره نجرو بهذيك بهذاك العويد ديالو. المهم بحال هكا كنوزعو، ما بغيتش نطول عليكم البنات في الفيديو، غادي نوزعو دغيا دغيا دغيا، حيت الفيديو اصلا درتو على قبل هاد الكريم ديال تحت العين وعلى قبل دوك العلب اللي انا خديتهم. المهم غادي نوزعو دغيا دغيا على وجهي، هو ما كنوزعوش بهاد السرعه هادي البنات، حيت دابا كنصور معكم وصافي، اما راني كنعطي لوجهي الخاطر وكندير مساج حتى كيتشربوا ليا مزيان، كتشربوا لي مزيان البشره ديالي. غير دابا ما بغيتش نطول معكم في التصوير وصافي البنات، وكنديروا حتى من تحت العين البنات العنق. المهم هو راه كنستعملوا البنات السيروم وكندير مساج مزيان 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 وجهي، ولكن نظرا انني كنصور وما بغيتش نطول راني درتو بالزربه، والمساج بزاف خصوصا المساج اللي كندير السيروم، عفوا اللي كنكون داير السيروم كنبقى نحاول نضغط بحال هكا، كنضغط وكنطلع الفوق. المهم انا عوريتكم الطريقه، في الاول كندير ليه هكا حتى كنسرحو، من بعد كنبدا ندير هاد الطريقه على الوجه ديالي كامل وصل البلايص اللي تيكونوا فيهم التجاعيد. المهم انا وريتكم ولكن زربت حيت البنات غير ما بغيتش نطول في الفيديو. المهم غادي ندوز لهذا لوريال اللي فيه ايلانونيك اسيد، ها هو ديال تحت العين، باش غير تشوفوا معايا البنات، هو راه غير كميه بسيطه كتكفي، يعني كديروا غير شويه. دابا انا ديك النهار قلت لكم بقاو فيه شي جوج استعمالات، ورا دابا هذه المره الثانيه باش غنستعملو بقى فيه، يعني غتكون بقى فيه جوج استعمالات اخرى. المهم كندير غير بهذه الطريقه هذه، وكنحاول ندير من فوق العين غير بشويه، راه ما كنورقش البنات، راه صبعي كندوزو غير بشويه، شفتوا
وكما قلت لكم راه هو ما تيعالجش لينا الهالات السوداء، ما تيعالجش لينا التجاعيد. قلت لكم البنات هو راه ما كيحيدش لينا الانتفاخات، ما كيحيدش لينا الهالات السوداء. دابا غيبان لكم هاد الشيء ديال الهالات السوداء هنا، راه قتلت راسي غير بالسهر الصراحه. المهم بحال هكا شفتوا، تيعطي واحد الترطيب الصراحه زوين، ودغيا البشره كتشربوا ما تيعطيناش دوك الكركوبات. هانتوما شفتوني درت السيروم ودرتو من فوق منه وما تجلخ ليا، ما عطاني كركوبات ما والو. وحتى ملي كان ما كندير لا السيروم لا والو، كنجي نديرو نيشان كذلك راه ما كيعطينا لا دوك الكركوبات، ما كيتجلخ ما حتى شي حاجه. غير هو كيقول لكم الا كنتو كتقلبوا على شي حاجه تحيد الهالات السوداء، هذا راه ما يحيدوش، كيعطي ترطيب فقط. انا البنات غنكمل هذا العين باش ما نطولش عليكم وندوزو للكوزينه. انا جيت البنات للكوزينه باش نوريكم هذوك العلب اللي قلت لكم. انتما تشوفوا جوج كرتونات خديت، هما راه حيت كيشدوا لي سباس في الكارطون، كرتونات صغار. نحيد بعدا هادشي، هيد هادشي من هنا. عندي واحد ميكا اخرى هنايا ولكن ما كايناش. دابا كنهضروا كنهضروا، هادو البنات زوينين بزاف 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 البنات للحمام، عزكم الله. هانتوما كي كديروا لهم كتركبوهم هنا تيرغويو تينظفوا، وفي نفس الوقت كيعطي واحد الريحه زوينه. هادو بالضبط البنات زوينين بزاف، فيها جوج الثمن ديالها يمكن 13 درهم كنظن، ما عقلتش بالضبط بشحال، يمكن 13 درهم. المهم هادو زوينين البنات. دابا غادي ندوزو جوج صابون، صافي غندوزو العلب اللي نوريهم ليكم. هما هادو هانتوما راه فيهم بزاف ديال الاحجام، انا كل حجم ولايش خديتو الاستعمال ديالو. شوفو هما البنات، هما هادو. هادي دابا فيها اترو، كتهز اترو، اترو شي حاجه، اترو ربع، هانتوما دايرين هنا ام ال. شوفو كيفاش كيتحلو بحال هكا باش كتخوي منها، شنو كدير فيها مثلا العداس اولا لي باطا اولا المهم كسكسو اي حاجه درتيها هكا. وكيفاش كتعمريها راه كيتحلو يا البنات بهذه الطريقه هذه، شفتو ها هو زوينين بزاف البنات. وباش ما تبقايش كل مره دابزي معاها تحليها، دايرين هذا المجر هذا غير كتحليه وكتخوي منه شنو بغيتي. انا نوريكم البنات الاحجام ديالهم، ها هو الحجم المتوسط، هذا الحجم الصغير وهذا الحجم المتوسط، وها هو الحجم الكبير. ها هو البنات شفتو واش كيبانوا ولا لا؟ انا نهزهم باش يبانوا لكم البنات. ها هو شفتو الحجم الكبير، وكاين المتوسط وكاين الصغير. العبارات ديالهم كي قلت لكم ام ال، هذه كتهز 1250 ام ال، وهذه كتهز 1800 ام ال، وهذه كتهز 2700 ام ال. المهم انا هادو خديتهم الدقيق، هادو اللي طوالين هكا خديت منهم اربعه، شفتوهم البنات. هاد الطوال، هاد الطوال يمكن دايرين 30 درهم. راه سير البنات راني ما متاكداش من الثمن ولكن كنظن 30 درهم. وغنوريكم عاوتاني واحد الاشكال اخرين اللي هما هادو، شفتو يا البنات هاد الشكل هذا. هادو خديتهم الحاجات اللي هما صغيورين، لا كندير شي حاجه صغيره نديرها في هادو، بحال مثلا طحن السكر كلاصي، بحال الزنجلان، حبه حلاوه، دوك الحاجات اللي كنستعملهم صغيور يعني اللي كتكون عندي فيهم كميه صغيره. داكشي علاش خديت هادو، خديت منهم خمسه. للاسف ما بقيتش لقيت اكثر من هكا، هادو هادشي اللي لقيت، خمسه ديال هاد الصغار كي قلت لكم. هاد الصغار البنات راه ما نقدرش نقول لكم الثمنات، راه حيت خديت من عندهم بزاف ديال الحاجات. هي عندي هنايا واحد الساشي كبير يعني التقديه، فما بقيتش عاقله بالضبط على الثمنات. وعاوتاني خديت واحد الموديل اخر اللي هو ديال سباكيتي، هو هذا، هذا الطويل هذا، شوف ها هو. صراحه زوينين، انا عجبوني بزاف. خديت واحد من هذا الطويل هذا، وخديت ثلاثه من هذا الصغار، وثلاثه من هذا المويان متوسط الحجم، واربعه من هاد الكبارين، وخديت خمسه من هادو، صافي وحده ديال السباكيتي. وان شاء الله باذن الله ملي غادي نستفهم البنات ونرتبهم، نرتب فيهم هذاك الشيء اللي غادي نرتب فيهم حيت خصهم يتغسلوا، اكيد غادي نصور معكم ان شاء الله فيديو باش تشوفوا كيفاش جاوا البنات. هما راه صحيين دايرين بان راه تقدري تدخليهم الميكرو اوند ما يطرى لهم والو، تقدري تحطيهم حتى في المجمد ما كيطرى لهم والو. هذا مكان البنات،
المهم الثمن اللي بقيت عاقله عليه هو هذه الصغيره ب 13 درهم. هذه بقيت عاقله على الثمن ديالها، وهذا المتوسطه يمكن 20 درهم. المهم الصغيره بقيت عاقله على الثمن ديالها، والكبيره 30 درهم الى ما غلطتش في الثمن. كنتمنى لا فيديو تكون نافعه في ديالكم. المهم راه دابا موجودين البنات، الا مشيتو حتى لربع عمر راه كاينين، انا ما خديتهمش من ربع عمر، خديتهم من عند السيد اللي كتقدم لعندو ديما كيبيع المواعن وكيبيع مواد التنظيف، هو من عندنا خديتهم، ولكن راه فين ما مشيتو كتلقاوهم. كنتمنى لا فيديو تكون نافعه في ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا، دوزتوا معايا وقيت زوين، وبغيت غير نطلع عليكم وفي نفس الوقت نعطيكم شي حاجه استفدت منها نتقاسمها معاكم. ما تنساوش البنات اللايك ديالكم، التعليق ديالكم، البارطاج ديالكم، حتى هو علاش لا. وهنا غادي نخليكم وغنقول لكم باي باي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.